السلام عليكم. دلوقتي عايزين نشوف استخدم امر سويب في قلب الفاميلي. بقول له انا عايز مثلا فاميلي ويخليها فرنتشر. طيب هقول له ان انا عايز ارسم مثلا اكستروشن مثلا متر في متر. طيب خلينا نظبط اليونت الاول. والارتفاع هنا متر. اوكي خلينا نشوف 3D. طيب ممكن اجي بقى اقول له خليني الشكل دوت عايز منه كوبي واشيل الكونسترين عشان اقدر اعمله بالشكل ده. خلينا نشوف بقى في 3D اهو. طيب هقول له ان انا عايز اعمل كرييت واقول له ان انا عايز استخدم امر سويب وهبدا اديله بيج باس مثلا بالشكل دوت. فنش. وبعد كده هديله البروفايل اللي المفروض هيمشي على المسار دوت وليكن مثلا على شكل دائرة. بالشكل دوت. طيب اعملها لنا بالشكل دوت. لو حابب ان انت تكبر البروفايل ممكن تلود البروفايل وتعمل سيلكت وبعدها 20 دي نخليها 50 مثلا واقول له اوكي واقول له اوكي. اعمل حاجة بالشكل دوت. طيب ممكن اقول له بعد كده انا عايز اعمل كرييت واقول له ان انا عايز اعمل مثلا زي سويب مثلا او اكستروشن واقول له مثلا ست واقول له بيك قبلان واقول له مثلا الناحية دي. لما تقول له شو هتلاقيه ظاهرها لك بالشكل ده. طيب هقول له ان انا عايز ارسم مثلا حاجة مثلا بالشكل دوت. ممكن بعد كده نعمل اوفست 100 او 40 مثلا. واقول له ارسم هنا لاين تي ار من هنا لهنا من هنا لهنا. نقول له موافق ونبدأ نشوف بالشكل دوت. اهو اقول له انا عايزها تبقى بالشكل دوت. طيب خلينا نلغي المستطيل دوت ونلغي المستطيل دوت. فيظهر عندنا حاجة بالشكل دوت. ممكن تدي دي ماتريال ودي ماتريال فتقول له هنا الماتريال ديت. ممكن نختار مثلا اي حاجة. ممكن نقول له create material ونسميها x مثلا rename وال x دوت. هقول له هنا appearance وابدا اديله asset material مختلفة شوية. وال graphics هقول له خد نفس ال render appearance بالشكل دوت. ودي برضو انه ممكن نديها ماتيريال مختلف شوية. وبعد كده ممكن نحملها بقى في اي مشروع. اقول له في 3D بالشكل دوت.